آه يا سموحة، يعني كل ما أتذكر سالفتي ويا وسام تجيني حالة اكتئاب فظيعة، مو قادر أنسى السالفة. ليان حاجتني إيه؟ وسام لا بقى تفكري فيه، خلاص شيليه من قاموسك، اعتبريه صار خارج التوفي خلاص. ترى قلت لك مو قادر أنسى السالفة، شو أسوي يعني؟ ما بينسيكي الحب الأول إلا حب جديد. ها؟ حب جديد قلتي لي، ليش وين الحب الجديد؟ تحرين السالفة سهلة؟ لا تفكري فيها، قضاء وقدر. هاي المشكلة، هاي المصيبة العودة، إني أنا أعرف قدري. للوشة أنا السميحة ما أكون محلك، بطلع وفوت وبعيش حياتي بالطول وبالعرض، بعمل نشاطاتي، بعمل شغل مهم، ما بفكر مين بدي يحبه وكيف بدي يحبه وأمتى بدي يحب. تركي الحياة هي اللي تلحقك، لا تلحقي الحياة. عم أقول لك الدنيا هي قضاء وقدر. للوشتي إن شاء الله روقي، ما بحب أشوفك هيك، خليكي قوية. والله ما أعرف، والله ما أعرف. هاي جيرلز. أهلين، أي خدمة؟ ممكن أستعمل جوالك لو سمحتي؟ تليفوني أنا؟ الو، كيفك؟ طمني عنك. شو حاجتك؟ شو الخبر؟ شكرا كثير ليان. اهلا وسهلا، انا اسمي رافي، انا بشتغل اعمال حره، يعني بدك تقولي بالبورصه اسهم طالعه اسهم نازله، بس هلا سوق دائر، يعني عم نطقطق شوي، بنشيل طاقية هاد على هاد، الحمد لله ماشي الحال. هي كرتي، وانا صاحبة البيوتي سنتر العناية بالتجميل، وهذا كرتي. لحظة تفضل. توقعت هذا الشيء. شو توقعت؟ قلت لحالي اول ما شفتك انه هالاناقة وهالجمال مو جاي من فراغ، واللي بيشتغل بصناعة الجمال لازم يكون على هذا القدر من الجمال. شكرا، كلك ذوق استاذ رافي. بتحب نشربك درينك؟ لا بالحقيقة انا كثير مستعجلة، عن اذنكم. مع السلامة، إذنك معك. ليان شو بكي؟ شو سموها؟ خليني. شو بدي خليكي؟ لا ما معقول. كول من رافي؟ غريبة. ألو؟ مساء الخير. ألو مرحبا أنسيليان، أنا آسف إني عملت لك مست كول، بس وقت اللي شفتك بالكوفي شوب كانوا خالصين وحداتي ونسيت عبي رصيد. عادي عادي. بصراحة أنا دعالك لحتى أتشكرك إنه أعطيني جوالك اليوم، ما بتتخيلي المكالمة اللي اتصلتها بجوالك قديش مهمة، ربحتني 20,000 درهم بالبورصة. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيكي. الحقيقة أنا بتشكر القدر إنه خلاكي أنتي وجوالك تطلعوا بوشي، لأنه إذا استعرت أي جوال حدا تاني كنت خسرت حدنا. ما تحس إنك تبالغ شوية؟ لا أنا بالغ، كل اللي بيعرفوني بيعرفوا إنه أنا غرقان بالواقعية، مشان هيك بالمناسبة الحلوة أنا حابب أعزمك على فنجان قهوة. بس يا أستاذ رافي. لا أنسيليان، بترجاكي لا تصدميني وترفع الدعوة، أنا من النوع اللي ما بتحمل الصدمات أبدا، بدي أشوفك لحتى أتشكرك وأعبر لك عن امتناني. إنزين خلاص خلاص، أنا قبلت الدعوة. واضح إنك كذيبة أنسيليان، بجوالك ومشاعرك وإحساسك أنا الليلة. شو بتحب هالدنيا؟ بلك الكرم. وشو بتكره بهالدنيا؟ بلك البخل. طبعاً البخل بمفهومه الشامل. ها؟ واضح واضح. طيب ممكن هلأ نتفق على المكان والزمان؟ أوكي ممكن. متفقين؟ نقي واستحلي وين ما بتحبي، بس بترجاكي اتبعتي عن أماكن الفايف ستارز. خلاص خلاص أستاذ رافي، شوف لي يريحك. كتير منيح. طيب شو رأيك نلتقي بنفس المكان اللي التقينا فيه أول مرة؟ أوكي ممكن. يلا مع السلامة. توعدنا بكرة؟
واحنا بعد وعدنا بكره قلتك بيمشي الحال. انا من جهتي متفائله وايد. وانا من جهتي ابدا مو متفائله، لانه هيك بلطه وفرد شقفه. افا ليش؟ انا وايد حسيت حبوب وجنتل. مي روجي؟ انت كنت تتكلمي عن روجي؟ لا حبيبتي، عن مايكل جاكسون الله يرحمه. عمين كنت عم تحكي؟ كنت اتكلم عن رافي. منو هذا رافي؟ يا والله برد، هاي طفينا المكيف. صحي شوب، بس ما في احلى من الهواء الرطب. طبيعه حلوه. من جيراننا انسه سميحه؟ ايه ادري. منو هذا الجربان اللي بيركي معه الانسه ليان؟ رافي. ليه؟ لا يا شيشاء ولا وفرط المعلق، ومن قيمة الأنسة ليان بتبرق مع هيك شكيلة. ليش انت بتعرفه؟ لا ما بعرفه طاول. ايه لك هنروح على شغلك، شو بدك فيها؟ بعت له حطفك. انت المعلق استاذ رافي؟ لا هي ما حبيتها منك بنوب استاذ رافي، يعني انا بحاول شيل العلفة اللي بيناتنا ودوب جبال الجليد اللي بيني وبينك. نحن كلياتنا ولاد تسعة إلا أنا. ليش أنت شو؟ أنا سبيعي. شو يعني؟ يعني أمي حبلت فيني 7 شهور، كل العالم 9 إلا أنا. إيش تحبوا تشربوا روحي؟ أنا باخذ إسبريسو، شو بتشربي؟ أنا بعد إسبريسو. على راسي هي 2 إسبريسو. بس دخيل عينك، عبي لي الفنجين شوي. دبل. لا يا أخي سنجل. أنتم بالعادة بتحطوا بكعب الفنجان، يعني شموا لا تذوق. احبحوا الكمية شوي، تقوا ربكم يا رجل. يا راس السائر، قل له للشيف يعملنا 2 إسبريسو وخليه بحبحهم. شلون هي بحبحهم؟ هي ماشينز معيرة. ايه خليه يفتح الفالة شوي. العمل العالم النشي حلو. قليلي شو بتكره بالدنيا؟ بقول لك البخيل وعيشته. ايه صحيح تذكرت، بتحبوا تاخذوا شيء سويت مع القهوه طيبه؟ ها لا شكرا شكرا. عندنا هيك جاتويات كثير طيبات، عندنا هذا جاتو. لا يا اخي ما بدنا يا حبيبي. ياغورت كيك. لا شكرا. مارينجا جايبها من حلب، لها طنبوزه هيك طيبه. لا يا اخي ما بدنا طنبوزه، ما بدنا من حلب شيء. كعك بالجبنه. حسبي الله ونعم الوكيل. يا اخي ما بدنا شيء. ايه يا ابو احسابي احسابي. ايه جبنا طنبوزه هي اللي قلت لي عنها. شيء عم ايش العالم اللي شحي؟ روح عم يبيض مصاطي، مفكر حلو فهي فوتته ب 600 حيل. يا مو انا شقد شفت زباين بس مثل هذا الزبون مأنشح وجربان ما عدى على راسي طاول طاول طاول. ليش ادري شو عمل؟ منشح.